أبدأ مع السيد عادل. أستاذ عادل، بداية، هل ترى آليات الوصول للانتخابات المبكرة حاضرة حاليا في المشهد العراقي؟ كما تعرف هناك مشاكل تتعلق بمشاكل أمنية وسياسية وفنية، أيها الأكثر تعرقل إجراء انتخابات مبكرة في حال سلمنا طبعا بوجود انتخابات مبكرة مستقبلا؟ تفضل. شكرا جزيلا. حياك. يعني في الحقيقة لا توجد أي مشاكل واقعية مهمة، المشكلة الكبيرة هي إرادة الكتل السياسية التي لا تريد أن تلتئم لكي تعد أو تعد للانتخابات المبكرة، ويريدون الاستئثار الحقيقة بالبقية الفترة إلى إكمال دورتهم. فمن ناحية أنه يدعون أن التعداد السكاني غير موجود، هناك خلافات على الموازنة، استعدادات المفوضية وغيرها، وجائحة كورونا كلها حزبية يعني تحل بكل سهولة، لأن إحنا أمام انتخابات مجلس نواب ولسنا أمام انتخابات مجالس محافظات لكي نحدد الحدود. يعني ربما أفهم من هذا الكلام أن الإسراع بهذه الانتخابات سوف يعجل برحيل الطبقة السياسية الحالية، ربما هذا ما أفهمه، وبالتالي تعرقل هي. نعم طبعا، أي بالتأكيد، لكن هذا الرحيل لازم أن يصار بعوامل نزاهة المفوضية وحياديتها، وهذا أهم عنصر باعتقادي من عناصر إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إضافة لهذا القانون، يعني القانون الآن يشكلون أو يختلفون على شكل الدوائر، البعض يريدها المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والشارع وبعض الكتل والمحتجين يريدوها دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، والآن هناك كتل تريد تقسيم المحافظات على أسس طائفية وعرقية وحزبية